نحو أرض لم يسكن فيها أحد من قبل توجهوا، وهنا حيث الجبال الجدباء والمساحات القاحلة أقاموا 30 فردا في كل خيمة ينتظرون أن تنتهي الحرب ليعودوا إلى أرضهم ومنازلهم. هربوا من مناطق مختلفة في محافظة البيضاء تاركين خلفهم كل شيء، يعيشون داخل أكواخ لا تقيهم برد الليل ولا حرارة الشمس، وبين جبال مديرية ناطق توزعت عشرات الأسر الهاربة من الحرب. نرجو من الجهات الإغاثية بأن تنظر إليهم نظرة حسنة، لأنهم الآن من 30 ومن 20 في الخيمة الواحدة، وأرجو منهم أن ينظروا بعين الاعتبار هذولا، يرحموهم بالدفاع بالبطانيات بالخيام بالمواد الغذائية. فبعد أن وجهت القذائف نحو منازلهم غادروها، لكنها بقيت ترافق أطفالهم الخائفين أينما ولوا. هذا كان من هناك المدافع والذي عندما قتلوا أخو أمامه وابن خاله عنده تأثر وفزع الحين خائف. وتفتقر هذه التجمعات إلى كل مقومات الحياة، لكنها عامرة بأمل العودة التي يعتقدونها قريبة. أكثر ما يؤرقهم أنهم يرون أطفالهم يكبرون مع الأمية والخوف ولا يجدون من يعلمهم في هذه الأرض كيف يقرؤون أو يكتبون، وتعلمهم الحياة ما هو أكبر من أعمارهم وأقل من أحلامهم التي كانت.